استقبل معالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوات دفاع البحرين في فندق الريتز كارلتون مساء اليوم معالي الدكتور محمد مالكي بن عثمان كبير وزراء الدولة لشؤون الخارجية والدفاع بجمهورية سنغافورة والوفد المرافق له بمناسبة زيارته لمملكة البحرين للمشاركة في فعاليات المنتدى 11 مؤتمر حوار المنامة 2015 للأمن الإقليمي. وخلال اللقاء رحب صاحب المعالي القائد العام لقوات دفاع البحرين بمعالي الدكتور كبير وزراء الدولة لشؤون الخارجية والدفاع السنغافوري. كما تم بحث أوجه التعاون والتنسيق المشترك بالإضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.